بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. قصف مدفعي لقوات النظام على محيط قرى سانا والبارة وفليفل والفطيرة في جبل الزاوية بريف إدلب بحسب مراسل حلب اليوم. الجيش التركي يستهدف بالمدفعية الثقيلة مواقع لقسد على أطراف مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي. سقوط 4 قذائف صاروخية مصدرها قوات يبيجي في منطقة قرقميش التابعة لولاية غازي عنتاب جنوبية تركيا. مقتل طفل بانفجار قنبلة عنقودية خلال رعيه للأغنام في الأراضي الزراعية على أطراف مدينة جسر الشغور غربية إدلب. عضو في البرلمان الأوروبي يطالب بالوقف الفوري للهجمات التركية على عين العرب ومدن أخرى من سوريا والعراق. الحكومة البلجيكية تعلن تخصيص مبلغ 2 مليون يورو لدعم إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها ومساعدة ضحاياها في سوريا والعراق، وذلك للعام الرابع على التوالي.